الكواليس بتاعت اختيارك للمهرجان؟ بصي بصراحة، هو ساعتها كان في يعني سمعنا ان في اشتراك لمهرجان اسكندرية الاغنية، وكل سنة كان بيتعمل، وانا كان برضو زمايلي دايما الحمد لله طول حياتي كلهم برضو ليهم علاقة بالفن، بيغنوا بيمثلوا بيعزفوا كده، فقلنا مع بعض كده انه لا يلا بينا نطلع حاجة كويسة ونروح نجرب. فكان شرط المهرجان ان لازم الاغنية تبقى اغنية جديدة، كلمات لحن توزيع كل حاجة جديدة. فعملنا كده، عملت اغنية بقى جديدة، عملنا اغنية وطبعا قعدنا نختار، والموضوع برضو ما كانش سهل في الاول خالص لان كانت اول تجربة برضو. وبعدين كان الاستاذ حلمي بكر ربنا يرحمه طبعا الله يرحمه، كان موجود في لجنة التحكيم، وكان في ناس كتير بقى من دول مختلفة، يعني ما كانش مصر بس، يعني في من السعودية من الجزائر من كل الدول تقريبا. بس وطلعنا غنينا قدامهم، هي الموضوع ما كانش حفلة، يعني ما كانش مسرح وحفلة وكده، كان زي روم كبيرة كده وفيها لجنة تحكيم بس 15 بني آدم مثلا، وكان منهم الأستاذ حلمي بكر ربنا يرحمه بس. وبعدها بصراحة الأغنية اللي أنا غنيتها أخدت جائزة أفضل كلمات في الوطن العربي. جميل. بس طبعا دي كانت حاجة بالنسبة لي كبيرة، حتى يعني هو كان فيه طبعا جوائز تانية كتير، بس أنا حسيت إن أنا وصلت، يعني لو ما كنتش وصلت الأغنية بإحساسي ما كنتش هعرف، يعني ما كانوش هيعرفوا الحكاية القصة بتاعت الأغنية كلماتها. فحسيت إن هو لأ، يعني دي حاجة كبيرة إن أنا وصلت كلمات الأغنية صح زي ما هي المفروض توصل، عشان كده أخدت الجائزة دي. ايه بيخوف اكتر او ايه بيوتر اكتر، لما تكوني هتغني قدام جمهور ولا لما تكوني هتغني قدام لجنة تحكيم؟ عارفة ان كلهم اكسبرت او كلهم خبراء في بقى، هيقولك العربة هنا، طبقة الصوت هنا، مخارج الالفاظ، مش عارف ايه، انهي بالنسبة لك ممكن يكون بيوتر اكتر او بيخوف اكتر؟ بصراحة لو هغني قدام لجنة هيكون الموضوع موتر اكتر، يعني قدام الجمهور يعني قدام الغرفة اللي فيها 15 15 بني بني ادم، آدم، دي ايه يا جماعة لحظة في ايه؟ مرعبة جدا. لو انا استنوا بالراحة بس. بس لا، لو قدام جمهور بصراحة، يعني هي بتبقى رهبة الدخول بتاع المسرح. انا عملت حفلات كتير في ساقية الصاوي برضو ايام الجامعه، غير حفلات الجامعه اللي كنا بنعملها، فكان هي بس الدخول فيه كده رهبه صغيره كده، تحسي اللي هو ايه ده، كان النور بيجي في وشك وانت مش شايفه حاجه، تبداي بقى تسمعي مزيكا بس، تسمعي نفسك وتلاقي نفسك ايه مندمجه في المزيكا. وكمان دايما الناس اللي بتبقى قاعده في الفرونت لاينز دي تلاقيهم باصين لك دايما، بيضحكوا بيغنوا معاكي، فبتاخدي منهم طاقه وباور، فالموضوع بيبقى بصراحة جميل جدا ومش موتر خالص. لكن لو لجنة وانت عارفة ان هم هيعملوا جادجمنت عليكي اللي هو انت تحت الميكروسكوب لا ركزي وداخلة اوعي برجلك. تغلطي، فالموضوع بيبقى بصراحة موتر شوية يعني. طب وحشتني، وحشتني طبعا، يلا بينا وحشتني جدا، مية يلا ولا بينا. مايك؟ لا خلينا في المايك المرة يلا دي. بينا. وحشتني عدد نجوم السماء، وحشتني عدد كلام الهوى، وحشتني في كل يوم، إنما وحشتني أكتر وأكتر وإحنا سوا. تعال نخلي الحلم حقيقة، تعال 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 نعوض كل دقيقة، تعال 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 نخلي الحلم حقيقة، تعال 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 نعوض كل دقيقة، تعال تعال من خوف لبكرة يفرقنا، واحنا يا روح قلبي ما صدقنا، اشتقت لي ورجعت لي وقلت لي وحشتني. الله الله يا خلود،
مستمتعه جدا حقيقي باللقاء ده. مبسوطه والله ان انا معاكي. ومسلطنانه كده وبسطانه. انا حاساكي ان انت بتميلي للقديم اكتر، يعني احساسك وتفكيرك بيبقى رايح اكتر للقديم. صح. هل ده حقيقي الاحساس اللي وصلي ده؟ صح. بصي، هو انا بصراحه لو هنتكلم في كلمات وفي لحن طرب حاجه متعوب عليها كده اشتغلوا فيها بجد بصراحه. يعني بصي، طبعا دلوقتي في حاجات كتير جميله جدا. اكيد والله طبعا. بس احنا لازم ناخد الخبره من اللي قبلنا دايما. فالموضوع بصراحه يعني زمان تسمعي اللحن كده، اللحن يخطفك اللي هو ايه ده ايه ده، وتحسي في حاجات كده فيها مشاعر زياده. يعني معظم الاغاني اللي احنا قلناها دلوقتي، وفي اغاني طبعا كتير جدا تدخل القلب من غير مجهود. يعني تحسي ان انت ايه ده، لا لازم اغنيها، اطلع فيها مشاعر جامده. في اغاني بتلاقي نفسك فعلا زي ما كنتي بتقولي خلاص هتعيطي غصب عنك من كتر مشاعر اللحن اللي موجوده فيها. ولا الاغنيه دي مبهجه جدا، زي ليلى مراد دلوقتي لما غنينا انا قلبي دليلي. فبصراحه بميل اكتر، مع اني بسمع كل الجانرز عادي، بس انا بحس بصراحة ان الاغاني القديمه او الاعمال الفنيه القديمه اللي ليها علاقه بالموسيقى يعني زي ما بيقولوا كده بمصطلح الفنانين كمان والاعلاميين، يعني قماشته واسعه. صح. القماشه واسعه بتاعه اللحن مزبوط. والكلمات تقدري فيها تبرزي جماليات صوتك، دي حقيقة. بتبيني فيها صوتك حلو قد ايه، انما ممكن الحاجات الجديده عشان بتبقى رتمها اسرع شويه ومدتها صغننه، فالواحد ممكن تحبي تغنيها وتحبي تسمعيها. صح. انما عشان تبيني امكانياتك بنلجا للقديم او مزبوط. بنرجع للقديم الجميل الاصلي يعني. صح، دي حقيقه. طيب انا عايزه اسمعك في الجديد ومش حزين. عارفه انت يا عيني عليك الحزين، يا عيني علينا في الحزين، احنا حزننا كتير. سمعينا. طيب حاجه فرحانه كده. شيرين، عمرو دياب، فيها استاذه عزيزه بتقولي تامر عاشور، بس ما تعرفيش ان تامر عاشور حزين. هنعيط عزيزه. في فنانه جميله جدا جدا بصراحه، من اقرب الفنانين لقلبي الفتره دي بسمعها، استاذه عبير نعمه. طبعا عبير نعمه بتعمل اغاني بصراحه كده على القلب من غير استئذان. هنعيط ولا لا؟ هنضحك شويه. طب يلا يعني هحاول كان كده. ماشي، انا هشوف مشكله. اتفضل. يلا بينا. اعمل ناسيني يا تعبني معاك، خليني على نار كده بالايام، سهر لي عيني في ليالي هواك، لو كده يرضيك انا راضيه تمام. اعمل ما بدالك واعمل اللي بيحلالك، يا نهار ابيض عالدلال والحلاوه والجمال، بس عندي ليك سؤال، هو انت فاكرني مش فاهمه انا قلبك؟ يعني مهما هتداري بعينيك الغرام باين عليك، والغرام ما فيهوش فساد. جميلة جميلة جدا جدا. عايز اسألك عن اللي جاي، نفسك في ايه في اللي جاي؟ بتحضري كمان ايه للي جاي؟ نفسي في ايه في اللي جاي؟ ان شاء الله يعني نفسي اغني، نفسي ما بطلش اغنى، ان شاء الله اكيد باذن الله اخلي الناس كلها تسمعني بصراحة. وبنحضر ايه للي جاي؟ ان شاء الله بنحضر حاجه اوريجينال ان شاء الله تكسر الدنيا مع استاذ حسن شعبان. ان شاء الله باذن الله يعني هنعمل حاجه حلوه قوي وتعجبكم ان شاء الله. بس وان شاء الله يعني اكيد هنعمل اكتر من عمل. يعني في حد نفسك تغني معاه بره او جوه؟ يعني مصري محلي او انترناشونال؟ شوفي بتعالج بكل الطرق. اكيد ليا الشرف طبعا ان انا اغني مع الفنانين اللي موجودين كلهم طبعا على الساحه دلوقتي. ممكن مثلا احب اغني مع انغام مثلا. طبعا جميله جدا. برضو هي من الاشخاص القريبه جدا على قلبي. بحس والاحساس قريب من بعضه، ليها كاركتر كده في غناها، احساسها طاغي على كل حاجه. صح. فبحب جدا اسمعها بصراحه واغني لها. ممكن اغني لك حاجه ليها كده، بس هعيطك شويه يعني هحاول ما اخليكيش تعيطي. طيب ماشي. هي حزينه بس يعني هو انا كنت هعيط كان زمان، وانا الحمد لله يعني مسكت، عرفت امسك اخر حاجه لا قبل ما تنزل الحمد لله. طب يلا. <تص
ممكن تسيبني اشتري عمر اللي باقي يقول بكام، مش عايزة اعيش معاك عشان لو عشت كله جراح حرام. ممكن تسيبني اشتري عمر اللي باقي يقول بكام، مش عايزة اعيش معاك عشان لو عشت كله جراح حرام. ولو انت خايف لما تسيبني يقابل بعدك حد يسني، وانت لو ما بقتش بتصدق كلام، انا ممكن اكتب لك تعهد مني اني هعيش لوحدي باقي عمري، بس اعيش باحترام. جميله، حلو قوي، حلو قوي قوي قوي. انا مش هسيبك الا لما تقولي حاجه فرحي، عشان هي عشان يبقى هو ده الختام، عشان انا ما بختمش على نكد. ماشي، طب احنا ما بنختمش هنا في انت على نكد. اتفضلي. لا طبعا، وهحاول اضحكك شويه. لازم لازم يكون في نوع من انواع الفرحه تخش التاكس، عشان كده مش هيحصل، يعني كده مش هيحصل. طيب ارجوكي فكري. حاضر. ممكن نقول حاجه دلع كده. يلا يلا بينا. استاذه فايزه احمد طبعا. يلا طبعا. تسألني عليا وتقول وحشاك عينيا، تسألني عليا وتقول وحشاك عينيا، من امتى انت حبيبي وداري باللي بيا، من امتى انت حبيبي وداري باللي بيا، اللي بتسأل عليا ملكش دعوة بيا، ياللي بتسأل عليا ملكش دعوة بيا. بتسأل ليه، بتسأل ليه، ليه ليه عليا؟ سيبني لليالي أسهرها لوحدي، سيبني لذكرياتي، سيبني لليالي أسهرها لوحدي، سيبني لذكرياتي وابعد عن خيالي يا أغلى ما عندي، وابعد عن حياتي، ابعد عن حياتي. لا تبعت سلام ولا تيجي في منام، ولا تسأل عليا ملكش دعوة بيا. بتسأل ليه، بتسأل ليه، ليه ليه عليا. شكرا ليكي ولجمالك ولروحك ولصوتك الجميل جدا جدا حقيقه. خلود انت جميله قوي، صوتك حلو قوي، واتمنى لك كل النجاح والسعاده وتكسري الدنيا يا رب، وان شاء الله المشروع الجديد يكسر الدنيا اكيد ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. انبسطت ان انا كنت موجوده معاكم النهارده. احنا انبسطنا جدا، الوقت معاكي طار بسرعه في الكنترول، مش عايزيننا نخرج، ومستمتعين جدا جدا بالاغاني، وكلهم بيوجهوا لك كل التحيه الحقيقه، وبيتمنوا لك كل الخير والسعاده. ده عن لسان الكنترول.